السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا فيديو عن شخص هي قرايبتي وبتشتغل هذا الشيء اللي حأعرض لكم اياه هلا، تمام؟ فأي حدا حابب يوصي على هيك شغلات، مثلا لوحات، هي لوحات عبارة عن لوحات تنصمد يعني بالبيت حلوة، وطبعا هي كلها رسم يدوي، كله الشغل يدوي. هلا حورجيكم فيديوهات يعني هي بترسمون يدوي، وبالإضافة إذا حدا مثلا حاب يرسم شيء معين بباله ممكن أنا راح أحط لكم الروابط تتواصلوا معها عن طريق الانستغرام والفيسبوك. أي حدا حابب يوصي، حابب يطلب هي الطلبية أو يطلب أي لوحة من الشيء اللي شافه، إمكانه يتواصل على هذا الانستغرام وعلى الفيسبوك، تمام؟ هلأ شوفوا الفيديو وإن شاء الله رح يعجبكم. إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس وعملوا لايك. يلا نشوف. هلأ مثل ما شايفين هاي اللوحات الموجودة هون عنا، لوحات كتير حلوة. طبعا هاي اللوحات مثل ما قلتلكم كلها مرسومة يدويا وكله شغل يدوي. هاي بتجي على خشبة، طبعا هاي اللي مرسوم عليها خشبة، تمام؟ بالإضافة انه بيجي معها قاعدة هاي الخشبة مشان تنحط تنصمد على المكتب، على اي شيء مثلا مكان صمد تنصمد عليه. هلا بتشوفوا اخر الفيديو كيف بنحط شكله هي على القاعدة الموجودة. وهون كمان في عنا هدول الشكلات، هدول الشكلات بنحطوا على المراية تبع السيارة اللي له مراء بهيك شغلات، كمان بامكانكم توصوا على هيك ميدالية كمان بسموها، تمام؟ وطبعا اذا انتم في عندكم شيء رسمة ببالكم او انتم صورة شايفينها او شيء بامكانكم تبعتوا لها الصورة كمان، ممكن ترسم لكم اياها على الشكل اللي انتم بتختاروه. طبعا بيجي معها التعليقة وكلها كاملة هي مشان تتعلق على المراية، كمان كتير حلوة وظريفة. هاي عنا فيديو هون حنورجيكم كيف بيتم عملية الرسم عليه، تمام؟ هاي لوح الخشب، تمام؟ حتشوفوا هلا خطوة بخطوة كيف بينرسم عليها للوحة. هاي الألوان اللي عم تنحط كله موجود، كله نظام. هلا خلينا نشوف الفيديو. شايفين هاي النتيجة، اخر شيء وقت نرسم اللوحة بتصير هيك شكلها. هاي عنا لوحة تانية كمان، شوفت حينكون هاي اللوحة عم ترسم يدويا باليد، تمام؟ كله رسم يدوي، ما في شيء لا ماكينات ولا شيء، تمام؟ اخواتي اي شيء حابين توصوا عليه او شيء، نحن حاليا موجودين بالاردن، تمام؟ في ميزة الشحن، يعني إذا حدا بده يشحن ممكن نشحن. وإذا حدا شاف الفيديو من خارج الأردن، من أي بلد تاني مثلا، فيها ممكن شحن عن طريق DHL، كمان ممكن نشحن عن طريق DHL اللي حابب مثلا خارج الأردن، تمام؟ فهي الفيديو عندكم، شوفوا هي الرسم يدوي كله. هلا عنا هون هي النتيجة الأخيرة، هي الصورة وهي مرسومة، في منها أحجام، تمام؟ شايفين كيف محطوطة على القاعدة؟ طبعا الصورة هي وقت تطلبها يعني تطلبوها بيجي معها القاعدة، تمام؟ يعني كلها كاملة مع القاعدة. فشوفوا شكلها كتير حلو هيك وراقي. فهي الترتيب كله صار عندكم، صفى عليكم بس الاختيار. تمام اخواتي، ان شاء الله يكون عجبتكم الفكرة والشي اللي طرحناه هلا.
مثل ما حكيت لكم، اي حدا حابب يوصي او يتواصل رح احط لكم هلا الموقعين، الانستغرام والفيسبوك، وبالاضافه بامكانكم تتواصلوا معي اذا ما حسيتوا تتواصلوا مثلا مع الشخص اللي عم يرسم الصور. تمام، ممكن تكتبوا لي تعليق، ممكن نتواصل نظبط الموضوع ان شاء الله. وبالإضافة رح أحط الروابط تبع الانستغرام والفيسبوك مشان التواصل معها عندي بالوصف، بإمكانك تفوت على الوصف تشوف الروابط، بإمكانكم تفوتوا تشوفوا الروابط. أخواتي إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الفكرة أتمنى تشتركوا بالقناة وتدعمونا، لأنه في عنا كتير شغلات جديدة. بتشكركم للمتابعة، أي شيء حابين تسألوا عنه أو تستفسروا عنه كمان بإمكانكم تواصلوا معي. بتشكركم، لا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وتشكركم كتير سلف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.